يا نهار اسود ومليل ب 600 نيله، ده ايه اللي بيعملوه ده؟ بيسحروا للحاج، عايزين يربطوه معاهم وبس عشان يكرهني ويبعد عني وينساني. معقول هما بيفكروا كده؟ ايوه يا حاج، شفت بيعملوا ايه وانا بعمل ايه؟ شفت اللي بيعمله الخير واللي بيعمله اعمال؟ انا قلت بصراحه شاهدك واقول لك، ما قدرتش اسكت لحد ما يرجع الحاج، بصراحه كنت هطق من جنابي. ادي بنت اخوك وادي اللي عامله نفسها بتاعه ربنا، الاتنين حطوا ايديهم في ايدين بعض عايزين ينطروني ويبرطعوا هم في خير الحاج. بس يا بنت افصلي شويه، ايه بندقيه قالي ونازله رش؟ عاجبك اللي عملوه ده يا حاج؟ هو بصراحه اللي عاجبني قوي 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 دماغك السم دي. انا برضو يا حاج. ايوه انت يا حاج. انت يا بنت صورت الحاجات دي ازاي؟ بطريقتي ولعلمك بقى نشرتها على يوتيوب. على ايه؟ على يوتيوب. ده بيتاكل ولا بيشرب؟ حياتي مش حاسس انه هاليومين قطعوا بسرعه. هو انت الواحد ممكن يحس معاكي بحاجه يا مولا؟ مش عم بقولك انت بتجنن. معقول السعاده ممكن يبقى ليها كذا وش؟ مش عم بفهم عليك. يعني ممكن تعمل نفس الحاجه هي هي بس تحس احساس سعاده مختلف. سبحان الله. لا في اشياء كتير لازم اعرفها، خبرني حبيبي شو في. يا حبيبتي ما تتخضيش قوي كده ولا حاجه. انا اللي مستغرب له اني بقالي كتير قوي ما حسيتش الاحساس ده. هيدا حبيبي لانه انت مدفون جوا شغلك بين الشغالين والمحلات، بس بوعدك من اليوم ورايح رح نعيش عيشه كتير حلوه، عيشه اوروبيه. شغل شغل بس بالفرص بدنا نروح نتفسح ونبرم العالم كله. طب ما تقولي الكلام بقى ده لابوكي. ده شو بوبي جايب لي الناس بتوع فرصه العمر اللي خاوت دماغي بيهم من يوم ما عرفته وقاعدين تحت وقال لازم انزل اقابلهم. طب فرصه حلوه ليه ما بتنزلهم؟ في شهر العسل؟ ايه في شهر العسل، ما عم بقول لك فرصه حلوه. ما كان من شويه الشغل شغل وطريقه اوروبيه والاجازه ونكسدر ونبرم ايه. طيب حبيبي ما انا بهمني مصلحتك كمان. يا حبيبتي اصيله اصيله يعني. خد يا خد صباح الخير يا شحاته. صباح الخير يا شحاته. صباح النور يا حاج. صباح الفل. صباح الخير يا شحاته. صباح النور يا حاج. كويس تمام يا حاج. مالك ابدا يا حاج، معلش هناخد لك شويه من العروس لانه الجماعه ناطرينك صار لهم اكتر من ساعه. يا عم انا مش عارف انت حامل ايه على الشغل كده، ما تسيبني رايح شويه يا جدع، انا لسه عريس. احنا متفقين انه في بعض الفرص ما لازم تضيع من ايدنا. ماشي يلا شحاته. يلا شحاته. وسع يا عم انت، بابا وسع وسع. خليك جنب الاسانسير. اتفضل يا جوز بنتي. حتى كمان هنا يا حاج. رجل الأعمال المصمم العالمي فواز الصياد، مستر جورج بيتر من أكبر مستوردي الأزياء الشرقية في العالم. حصلت البركة. ماي بارتنر شريكي مروان صبري. أهلا وسهلا. نورت بيروت بقدومك حاج فواز. منورة بأهلا. أند مسز سارة برنار مديرة التسويق في الفاشن وورلد. نو تاتش سوري. لا ما بيسلمش. تقول لك عليا ارهابي دلوقتي. I'm so sorry my lady. الحاج فواز على وضوء عشان الصلاه. تفضل. شوف مستر فواز، نحن بدون ما ندخل مقدمات بدنا ناخد منك شغل لنعرضه بجنوب شرق اسيا وبدول اوروبيه كمان، وهيدا حيفتح لنا سوق جديد والاسعار. الحاج بتاجر وبيحب يعرف شو الاسعار. مينيموم 3 أضعاف من اللي بتكسبه عندك بمصر. واو معقولة 3 أضعاف؟ يا حاج أنا قلت لك هيدي صفقة العمر. شو رأيك يا مروان؟ والله أنا بشوف إن الحاج فواز بده يحط إيده على كل التفاصيل. أكيد بس لازم نعرف أولاً رأيه المبدئي. كلام حلو.
كلام حلو جدا. يعني موافق مبدئيا؟ يا راجل، هو حد يقدر يرفض عرض مغري زي ده؟ عظيم. يعني بنخلص معنا الاتفاقية اليوم؟ أنا بس عايز أسأل سؤال. شو هالسؤال؟ ما تسيبني بقى أسألهم يا حماية بقى، خليني مني ليهم كده. اتفضل يا حاج. العرض مغري مغري مغري. إنما إيه المقابل؟ مقابل؟ يعني أكيد هيبقى فيه عقود وفيها شروط معينة. أكيد يا حاج، هو في عقد بدون شروط؟ طب ما تسيبنا اسمع منهم يا حماية. أكيد في شروط يا حاج. حلو، أنا عايز أعرف بقى إيه الشرط اللي ما فيهوش تفاوض؟ وإزاي عرفت أنا بكسب كام عشان تقولي تلات أضعاف؟ بدي أعرف. خير يا حاج، شايفك ساكت وما رديت على الناس اللي بدهم يعملوا معك بزنس. انا قلت هفكر واعتقد ده من حقي. بس يا حاج هيدا عرض جميل جدا ورائع، هيدول عرضوا عليك ثلاث اضعاف زباين بدهم بضاعتك بالاسم والماركة. وانا بقول لك انه عرض هايل وصعب يترفض طبعا، بس انا عندي التزامات مع شركات تانية لازم اشوف ازاي اخرج منها، مش عايز اللي اكسبه من هنا اخسره هناك. انا شايف انك اقتنعت يا حاج. العجلة من الشيطان يا حماية، عايزين الصبر منه، نفكر وناخد وقتنا عشان نعرف نكسبها ازاي. يعني هالعملية هيدي لو تمت صح يا سلام قديش فيها مكاسب. ما هو عشان تتم صح يلزمها وقت وتفكير وتخطيط، وبدل ما الثلاث أضعاف ممكن يبقوا أربعة وخمسة كمان. برافو يا صهر، والله شخصيتك بتقول إنك تاجر وابن سوق محنك بجد. تلميذك يا حماية العزيز. طبعاً إذنك هروح وصل الجماعة. اتفضل. بقولك يا حاج، الراجل ده أنا مش مستريح له، وما تعرفش عمل فيا إيه. لا عارف، وعارف إنك اتنيلت واتدهولت على عينك. إيه ده إيه ده إيه ده؟ وعرفت منين يا حاج؟ باين على وشك، انت مش شايف؟ وريني. وريني. يا نهار اسود. ايه يا حاج؟ يا تكنيله فضحتنا. وانما ما عملت حاجه. ما انا عارف انك ما عملتش ومتاكد كمان. عارف ليه؟ ليه؟ ايه؟ عشان انت خلاص بقيت عينه ابو سميحه. لا. ابو سميحه ولا مش سميحه؟ يا حاج انا ده انا لو دورت الاقيكم ابو سميحه كمان. طب بقول لك يا حاج، انت ناوي تخش الشغلانه مع الراجل ده؟ انت مالك؟ مالكش دعوه بالحاجات دي، اوعى تتدخل فيها. شحاته. اوعى تتدخل في حاجه ما تخصكش. الله يبارك. انت المطلوب منك تكلمهم في مصر، تقول لهم بكره احنا راجعين ان شاء الله. ايه ده؟ بكره بكره؟ امال بكره امبارح؟ طبعا انت متضايق، وريني؟ متضايق. ابقى اجيبك لوحدك يا شحاته. طب العروسه دي هتعمل فيها ايه؟ ده صوت شحاته ده؟ ما. ده صوت شحاته ده ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حاج فواز، أنا معجب فيك كتير وبتمنى نقرب ونتعرف على بعض أكتر. بعرف إن الوقت منه مناسب لأي حكي. هيدا بيزنس كارد تبعي، في كل اتصالاتي، أتمنى إن يحصل بيناتنا اتصال. في حاجات كتير ممكن نحكي فيها. حصل ان شاء الله. We'll be right back.
الموبايل ده وما بيردش برضه على موبايله رغم انه فاتحه ده حتى ما بيردش. الصبر الصبر يا سميحة والغايب حجيته معايا اختي. الحاج وصل الحاج وصل. يا ما انت كريم يا رب الف بركة. يا حبيبي ده وحشني قوي. يا عين امه تلاقيه جعان وانا ما بياكلش اكل الطيارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اختي ورحمة الله وبركاته يا الف حمد لله على كلامك يا حاج. لا يا حاج عمال اكلمك على الموبايل ما بتردش. اتفضلي تعالي يا ماي تعالي يا حبيبتي ما تخافيش تعالي اتفضلي. اقدم لكم مايا عروستي الرابعه. الرابعه دويا يا ابني المجنون اهو يا ابني المجنون اهو الواد ده كده على طول دايما واخد الدنيا على الحامي. ما انت عارفه يا حاج ما بيضيعش وقت اكسبريس على طول. والله انا خايف لا يضيع نفسه هو طبعا. وياما قلت له يا ويلك من قرصة الحريم خلي بالك من نفسك اصلا في حد في الدنيا يجمع الافاعي ويربيها جوه عبه غير يا حاج بقى واللعب عنده على الكيف. ما هو كيف ده يا ابني هو اللي بيذل صاحبه صدقني. الله ربنا يستر ربنا يستر عليك يا ابني ربنا يستر. قول لي. ايوه حاج. ان شاء الله العروسه اللي رايحه دي رايحه وهي عارفه انها واحده من الليسته ولا لسه ما تعرفش؟ مفاجاه كالعاده ما انت عارفه يا حاج. مجنون مجنون. معلش يا حاج ابو ريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا رضا امرني يا حاج. تعالى يا ابني شوف الست عايزه ايه. من عيني. كتر خيرك يا حاج انا لسه بنقي. لا براحتك يا ستي محل محلك. جرى يا حاج هم دول ستات امال لو شفت اللي انا شفته يا لهوي. شفت ايه يا بلاوي اشكال والوان وسحن شغل بره ما اتضربش فيه مفك. نعم يا حاج. قصدك يعني نسوان حلوه؟ يا لهوي يا حاج صواريخ صواريخ. تشي بقى تشي عيب بتقولها في وشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ابني تقل ده في مراتك. مراتي يا حاج بقى ما تفكرنيش يا حاج. ده انا اكتشفت يا حاج بعد السنين دي كلها ان انا عايش مع ابن خالتي. الله يعني الواد اللي هتجيبوه ده هيبقى ابن عمتك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. دول بقى يا مايا اهلي وناسي وعزوتي في الدنيا. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. واما تعاشريهم بقى سبحان الله تحس انك وسط اهلك وناسك وبالذات بالذات انهار. نورتي مصر. ايوه والنبي اللي تيجي تقعدي جنبنا شويه عشان نقرب من بعض. اه قومي قومي ما تخافيش دول اخواتك ما تخافيش اهلك وناسك. حلوه كله عيره. يا اختي يا اختي يا اختي دي حلوه قوي وطريه قوي والدعمه قوي. عسل عسل سميحه دي يا ماي ايه كده ليل ونهار تضحك وتهزر على طول. يا هدى. ايه يا حاج. السلام عليكم. مش اكرام الضيف واجب برضو ولا ايه؟ واجب يا حاج. الحمد لله على السلامه. ميرسي. ايه ده دي بتنطق. حكاية بقول لك وسط اهلك وناسك. يا زينب. ايوه يا حاج. جهزي الاوضه الرابعه يلا. امرك يا حاج. مش هتسلم على عيالك وتشوفهم يا حاج؟ اه طبعا طبعا يلا ندهلهم. تعالوا يا عيال سلموا على باباكوا. جه دول عيلتي واللي شفتيهم دول يبقوا ولادي. انت كيف تعمل فيا هيك؟ عملت ايه؟ حكت عليا وخبيت انك مجوز. ما انت كنتي مخطوبه وفسختي الخطوبه اول ما تقدمت لك ورغم كده ما قلتليش. كيف عرفت انه كنت مخطوبه؟ هو انت فاكره ان انا هتجوزك كده عمياني؟ مش لازم اسال واعرف عنك كل حاجه. واستنيتك عشان تقولي لي عشان اقول لك انا كمان. ايه بس هيدا كانت مجرد خطوبه وده شرع الله.
انا مش عامل حاجه حرام، كل دول مراتاتي على سنه الله ورسوله، وانا من حقي اتجوز واحده واثنين واربعه، كله بما يرضي الله. بس كان لازم تقلي هيدا حقي. وانا كمان كان لازم تقولي لي ما ده حقي. معقول راسك فواز انت عم تعمل هيدي مثل هيدي؟ مايا انت ليه مكبره الموضوع؟ لا اله الا الله. لو حسيتي باي تقصير او اي حاجه ناقصاكي ساعتها يبقى ليكي حق انك تشتكي وتعترضي. بس هيدا الوضع ما راح اقدر اتقبله. انت لسه ما جربتيهوش يا حبيبتي عشان تعرفي هتقبليه ولا لا. لك انت ليه عم تعمل فيي هيك؟ شو عملت لك انا؟ حرام عليك. انا عملت ايه؟ انا شفتك حبيتك طلبتك للجواز وانت وافقتي، ما اظنش اني عملت حاجه غصب عنك. بس انت عم تجبرني على شيء ما راح اقدر اتحمله. مايا اللي مش هقدر استحمله انا واني اشوفك في الحاله اللي انت فيها دي. ما تبصليش كده مايا. حبيبتي انا عمري ما هظلمك وهعمل كل اللي اقدر عليه علشان اساعدك. انت مراتي دلوقتي يا مايا، مراتي، وعمرك ما تحس ان في حاجه ناقصاكي. ودي بالك انت مش اقل من اي واحده فيهم، بالعكس بالعكس بقى، ده انت العروسه اللي جت وخطفتني منهم، يعني المفروض هم اللي يبقوا عاملين كده مش انت. شيلي من دماغك اي وساوس وجهزي نفسك لسعاده كبيره مستنياكي وفرحه انا شايلها لك. هتلاقي معايا اكتر من اللي كنت تتمني. شو رواق؟ ايه؟ هنسكت كمان المرة دي؟ واحنا في ايدينا ايه نعمله يا سميحة؟ نسود عيشته زي ما بيعملوا في الأفلام. يا اختي المثل بيقول يا جوز الاتنين يا قادر يا فاجر، ما بالك جوز الأربعة؟ يكون زي ما يكون، بس نجننه برضه. نجننه؟ لا لا لا، نجننه لا، ده كده يطلقني. يا اختي ما احنا اللي بنديله الفرصة لما كل مرة بنسكت وبنهنن الأمورة اللي بيجيبها لنا. ما يمكن تزهق ولا ما تقبلش. انت ما شفتيش يا اختي كانت عامله ازاي؟ ولا يمكن هو اللي يزهق؟ يا رب يزهق يا رب. يا بت انت هبله، الحاج فواز مش ساهل، وبعدين مش هيسمح لواحده فيكم انها تقرب منها. ولا انتوا ما تعرفوش ولا بتستعبطوا عليا؟ طب قولي لنا يا اختي نعمل ايه؟ نكفرها في عيشتها لحد ما تقول حقي برقبتي وتطفش. طب خلاص ارسمي لنا انت الخطه. كله هيدق على دماغكم انتوا الجوز ان شاء الله. ورحمة أمي لا نخليها تهجي وتطفش. بس وحياة أبوك أنت بلاش وش الملايكة بتاعك ده، خليكي مصحصحة معايا كده. أمي أمي يا أختي أمي، اللي أنت هتعمليه أنا معاكي فيه. وأنت يا أنهار؟ ما هو أصل أنا للأسف إني لازم أكون معاكم، ولو إني مش مطمنة ولا مرتاحة. ماشي، نمد إيدينا في إيدين بعض بقى ونقرا الفاتحة على قلة الأصل. بيت يا سميح عيب، ده انا اموت في روح الجماعه. اتكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يهمني علينا. ده انا فواز، وبعدين يعني هتكون اول مره. بس يا ريت تبقى اخر مره عشان انت بقى ترتاح. ادينا ويديك طول العمر يا حاج. نخش بقى في الموضوع. اخبار الشغل ايه؟ المحلات والبيع الفتره اللي كنت مسافر فيها دي؟ لا الحمد لله كله تمام. وزكي عدى عليا وخد كل الحسابات يعرضها عليك في الشركة عشان كمان تشوف الطلبات الناقصة. زي الفل زي الفل. في حوار كده عايز اخد ودي معاك فيه. حوار ايه؟ صفقة عرضها عليا حماية الجديد. ودي بقى تمن الجوازة ان شاء الله؟ انا عشان كده مرضتش ادي كلمه برضو اقعد معاك واخد مشورتك. انا مش مطمن. ونشوف المصلحه فين. الصفقه دي حلال يا فواز؟ ريحك في ايه؟ انت مش عارف ابنك بقى ولا ايه؟ امال ايه يا ابني اللي مش مطمنك؟ انا هحكي لك وانت احكم. الله يا فواز. يا ابني اللي جوه أوامرك يا حاج. مين شاي بسرعة؟ وعندك شاي بوستة سكر بره؟ اللي أنت بتقوله ده يا حاج كلام موزون، وده اللي أنا بفكر أعمله. طب أنت يا فواز ما سألتش نفسك
الناس دي غرضهم ايه؟ اللي محيرني يا حاج. يا ابني تحتار ليه؟ ما احنا هنا ماشيين زي الفل اهو. بس شغلنا عدية وانا نفسي اكبره. ايه بس ما يبقاش على حساب اسمك ايه؟ لا هو اللي انا بفكر فيه ازاي اكسب هنا واكسب هناك. بس بقى لازم تاخد بالك من حاجه بقى. بس المثل بيقول ايه؟ الطمع يلي ما جمع. وانت يا ابني شقيت قوي على ما جمعت اللي انت فيه ده. حرام حرام يا ابني. فكر كويس يا فواز قبل ما تخطي اي خطوه. على العموم برضه دورها في دماغك. دورها لحد الصبح. وفي الشركه نقعد مع مرسي وزكي وندرسها مظبوط. واللي فيه الخير يقدمه ربنا. يا رب يا ابني يا رب. بقول لك ايه يا فواز؟ انت بقالك كتير ما اتغلبتش مني، ايه رايك في عشرتين دومنا ولا طاوله؟ لا وشوف الدخله، بقالك كتير ما اتغلبتش عشرتين مني. يا حاجه انا ورايا عروسه دلوقتي، اعمل معاها ايه دي بقى؟ اوبا ناسي ان وراك ماتش اهم. لا بس ابنك حريف، هاتريك. هاتريك؟ يا خوفي يا خوفي اللي هيزنقوك في خانه اليك بالثلاثه. وحياتك يا وحياتك ناخدهم لك الأربعة خشب. هاتريك. السلام عليكم. سلام يا هاتريك. بلادي. ما ترتاحي يا ستي وتسيبيني أعمل العشاء زي كل يوم. خليكي في نفسك يا زينب وروحي اندهيلي على المحروسة الجديدة خليها تيجي تطفح. قلبك وتعملي لها العشاء بنفسك كمان. زينب قلت خليكي في نفسك وروحي اعملي اللي طلبته منك، وعلى فكره الحاج زمانه على وصول. ما هو قلبك الطيب هو اللي مطمعهم فيكي. خوري من وشي يا زين خوري. ده انتوا عيله تشيلي. عملت اللي قلتي لي عليه بالظبط، وسميحه مستنيها تخرج عشان تدخل تعمل اللي اتفقنا عليه. وانا كده بقى عملت اللي عليا. اتفضل. اللهم صل على النبي. قمر الحاج عنده حق. شو بدك؟ اتفضلي يا هانم العشاء جاهز. ما راح اطلع غير ما يجي فواز. الست انهار بتقول انه على وصول. انا ما حصني بحدا، ما رح اطلع غير ما يجي فواز. اهو الحاج بيركن ونازل اهو. عن جد؟ ايه يلا انطريني جايه معك. تفضلي. استني يا ست افتحي. تفضلي. بدي انطر فواز. ككفرة لما تلحفك. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا حبيبي. أهلا. اشتقت لك. إيه الحلاوة والجمال ده؟ أيوة كده. بس خفي شوية. أنت كده هتجننيهم. من وقت ما ظهرت حبسة حالي بالأوضة، لك خايفة أقدر ما يعملوا فيي شيء. دول دول نسمة ولا هتحس بيهم خالص. بقول لك ايه؟ انت وحشتيني قوي. هيدا الحكي بتقوله لإلي ولا لكل واحدة منهم؟ ما قلنا شيليهم من دماغك بقى عشان ترتاحي. ها؟ عشان ترتاحي يا رب. العشاء جاهز يا أحلى عروسة. يا خبر أبيض. بنفسك يا نهار. أنا أفديك الساعة لما أعمل العروسة بتاعتنا الحلوة. مش بقول لك نسمة. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. وانت يا اختي مالك كده وشك مصفر؟ فواز. ها امال فين سميحة حبيبتي؟ فين سميحة؟ انا اهو يا عمية.
لكن الواد تعبني قوي يا فوز لحد ما نام غلبني الواد شقي. معلش يا اختي معلش، ما هو طالع لابوه حته منه، اصلها بتحبه وبتموت فيه. عقبالك يا حبيبتي ان شاء الله كده لما تحبالي وتشيلي وتتعبي زينا. احنا مش هنتعشى بقى ولا ايه؟ لا احنا ما نتعشاش ازاي، ده احنا لازم نتعشى. اه وبالذات العروسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقعدي جنب الحاج. انتي مكسوفه ولا ايه؟ ده الليله ليلتك يا عروسه. لا يا اخت مايا اوعي تتكسفي ابدا، ده انتي في بيتك واحنا اخواتك. طبعا، وبعدين اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها ايه؟ عيالي يا حبيبتي. بسم الله عليكي، انا عامله لك بقى شويه فول مصري انما ايه عسل يستهلوا بقك. ودي يا اختي دي مربى بقى اسكندراني تشتغل بقى. خدي يا اختي بلعي بالميه. ميه لا، ميه لا، العصير افيد. اتفضلي يا حبيبتي بالهنا والشفا، مطرح ما يسري يمري، مطرح ما يحط راسه ويحط رجليه بقى. بالراحه يا بنات بالراحه يا نسم، ما تبقوش نسمه قوي كده. العصير. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بلعي العصير من خد العصير. قربي لي الفول. يا بلاش فول، ياكل بيض. كلت بالليل انت امبارح فول؟ لا ده حاجه تعملها في دماغك. ما عملتها وكانت نيه ونزلت كده. كنت نايه برضه. لا 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 اشربي العصير. الحمد لله. مش قلت لك ان هما نسمه وهيدلعوكي ويرحبوا بيكي بذمتك؟ بعمرك اتدلعتي كده في بيتكم؟ ما بعرف ليش حاسه انه الاكل في وشي غريب. لا ده عشان انت مش متعوده على الاكل المصري، واخدالي على الفتافيت والكتاكيت والعصافير بتاعتكم دي. لا الظاهر انه عن جد تقلت بالاكل. يا حبيبتي هو ده الاكل المصري يرم. وبطني كمان عم بيوجعني كتير يا فواز. ما تقوليش نفسك فعلا. وهو لاهلي كمان شغلين لبالي، عم دقلهم ما حدا عم برد. ما هم جايين بكره يا بنتي. لا اله الا الله، بتشغلي نفسك ليه بقى؟ انت بطنك وجعكي بجد ولا ايه؟ كتير كتير يا فواز عن جد كتير. لا اله الا الله، مش للدرجات يا حبيبتي. ما تخافيش، انا دلوقتي في ثواني هضيع لك الالم ده وهتحسي بسحر، سحر بيمسح كل الاوجاع. اللي بيسمعك بقول انك عن جد بتحبني فواز. عن جد وعن هزار وعن كل حاجه. بلاش المية اديها العصير، بلاش الجبنة، بلاش الفل للحج. يا ولاد نهار قلتلي مش فاهم. نهار والنبي ابن حلال تيجي تلعب بصرة؟ نهار والنبي الزعل ما كويس علشانك بالذات الليلاتي. وبعدين عيب عندنا ضيوف، البنت غريبة هنفرجها غسلنا الوسخ على أول مرة. ما تطلعيش زرابيني يا نهار وأنت عارفاها. تسلمني يا أخويا زرابينك، تسلمني. تعالي 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 هنا. حطيت لها إيه في الأكل؟ والنبي يا اخويا ما حطيت حاجه. مش انت اللي قايل لي احط لها حبايه منع الحمل جوه في عصير؟ غير حبايه منع الحمل، حطيت لها ايه عشان يوجع بطنها كده؟ ولا حاجه اوعى، انت اللي سبت لنا لبنان كلها ورايح جايب لي عرسه حته بتاع سنكوحه كده وتلاقي معدتها قد كده مش واخده على اكل العز بتاعنا. ماشي يا نار، انما قسما بالله لو عرفت او شميت، بس شميت انك ليكي دعوه بالموضوع ده انت ولا جوز الخيل، يا ويلكم مني. تسلمني يا اخويا مناخيرك. بس بس